السلام عليكم. طب اهلا يا شباب، اهلا وسهلا. اهلا، الحمد لله تمام. شو راح ناخذ اليوم يا شباب؟ راح نعمل مراجعة للوحدة الأولى، والكثير مستعدين. طب كويس، ماشي، خلونا نجهز بس الإعدادات دقيقة شوي بس. طيب تفضل يا سيف، تفضل يا سيف. بس ايش راح ناخذ اليوم عن الدرس تبع المراجعة؟ اليوم راح نعمل مراجعة للوحدة الأولى. تمام، شكرا. تفضل يا يوسف. تفضل يا يوسف. ايسر. تفضل. وبطلت. طيب تفضل بشتاوي. أستاذ، اليوم راح نبلش بأي راح نراجع إيش؟ الدرس الأول، أول وحدة. معدل الوحدة؟ نعم. صح. مين عندنا؟ عبد الرحمن، تفضل عبد الرحمن. تفضل عبد السلام الرحمن. عليكم. الشباب اللي خلص معلش ينزل إيده. تفضل. أهلا عبد الرحمن، وعليكم السلام. راح ناخذ مراجعة اليوم؟ إن شاء الله. طيب مين ألمى؟ تفضلي يا ألمى. مرحبا أستاذ. أهلا. بس كنت بدي أسألك إنه اليوم رح ناخذ إشي بالدوسية. اليوم رح نمراجع للوحدة الأولى، يعني بدنا نحاول، مشكلة كثير طويلة، وحدة أولى 7 دروس، فبدنا نحاول نشد فيها، يعني فمالهي مشان لحن نغطيها. تمام. أوكي. مين كمان عندنا؟ يوسف شهر. معلش الشباب اللي خلص ينزل إيده، مشان مش قادر أرجع أختار اللي اخترتهم يعني. سلمى صح؟ لا ولا تمام؟ تمام، تفضل يا تمام. لكن سكرت عليك المايك. اوكي. طيب تفضل يا سلمى. استاذ، راح تعطينا اليوم الوحدة الثامنة؟ هي شو رقمها هاي الثامنة؟ لا شو الثامنة؟ هاي خامسة. بس راح تعطينا منها إشي للوحدة الثامنة؟ لا لا لا، الثامنة بتجي اللي بعد حس المراجعة رقم 30. تمام. أوكي. شكرا. تفضلي علي. أستاذ، حصة الرياضيات كل قديه وقديه؟ إيش من الأيام؟ طيب ثواني أشوف لك بالضبط. دقيقة، وين راح البورد؟ عندنا صف 7. ماشي. عنا اللي هو اليوم على الساعة 6، انسى اليوم، بكرة عنا ب 22/6، ماشي، على الساعة 6 المساء زي اليوم يعني. وعنا كمان واحد ب 29/6 على الساعة 8، وعنا واحد على 30/6 برضو على الساعة 8. يسلم استاذ. اهلا اهلا. طيب شباب، بدناش نضيع كثير وقت، احنا بناخذ اسئله. اوكي، نبلش بالوحده الاولى. شباب زي ما تذكروا بالوحده الاولى، بالاسف الدرس الاول اللي هي معدل وحده، تكلمنا عن شيء اللي هو كيف تعمل معدل وحده. شو معنى معدل وحده؟ بكون في عندك بسط ومقام، صح؟ بعد بتحول المقام بدنا نحوله لواحد، ماشي. كان الهدف انه المقام نخليه قديش؟ واحد. طيب لو جينا واخذنا مثلا، ماشي، هذا كان سؤال صعب كويس. لو اخذنا هذا، يمشي ليث مسافة قديش؟ 3 على 2 كيلومتر كل واحد على 4. فكان دائما الزمن وين بكون؟ أغلب الأسئلة بكون الزمن تحت، صح؟ والمصاري وأي شيء له علاقة بالمصاري بكون وين؟ بالبسط. صح. نيجي هون، كونه في عندك زمن وفي عندك إيش؟ مسافة. المسافة راح تكون فوق، يعني تكتب أنت 3 على 2، صح؟ على 1 على 4، صح؟ قلنا كيف نتخلص إحنا من المقام؟ مين بتذكر؟
كنا نقسم صح؟ نقسم على 1 على 4 ونقسم فوق على 1 على 4. اللي تحت بصير قديش؟ 1. اهلا يا نور. هسه هون القسم قلنا شو بنسويها؟ بنحولها لضرب، يعني اول شيء بخلي 2 على 3 زي ما هي، والقسم يتحول لضرب، وهذا شو كنا نعمل فيه؟ كنا نقلبه. كيف يعني نقلبه؟ بصير بدل ما هو 1 على 4 بصير 4 على 1. ماشي؟ لا انا هسه بلشنا. أو ممكن من البداية نختصر على السريع، نعمل البداية لكن نقلب الاختصار. طيب هون هاي بصير 1، هاي بصير قديش؟ 2. يلا 2 ضرب 3 اللي هي قديش؟ 6. 6 على 1 اللي هي نفسها 6، وهون في عندنا أصلا إيش اللي هي الواحد. فبصف الجواب قديش؟ 6 كيلو متر لكل قديش؟ لكل ساعة اتش. ماشي؟ طيب هاي تبارك. لا لا ما بننحل الحق من فيمي. لا لا تبارك. نكمل، ناخذ لنا سؤال ثاني، نمشي نهاية تذكره. طلعت 6 على 1 مثلا، يلا زي هاي. اوكي، يمكن لمنذر طلاء قديش؟ 7.5 متر مربع من مساحة الأوجه الداخلية لبيته خلال قديش؟ في 3 على 4 ايش ساعة. معناته قلنا الزمن دائما تحت راح يكون، يعني تحت راح يكون في عندي 3 على 4 اتش، فوق قديش بده يكون عندي 7.5. طيب بس فين اكثر من مشكلة هون؟ المشكلة الأولى اللي هو هذا عبارة عن ايش؟ يعني 7.5 بدنا نحوله لكسر. ماشي؟ فبدنا نحوله لكسر غير فعلي. كيف بدنا نحوله لكسر غير فعلي؟ نضرب ونجمع، بنعمل هاي الحركه زي هيك. فبصير ايش؟ بصير شكله قد ايش؟ 2 ضرب 7، خلينا ننزل تحت. 2 ضرب 7 قد ايش قلنا؟ 14. 14 زائد 1 15 على قد ايش؟ على 2 اللي هي هاي. كله تقسيم قلنا الزمن اللي هو قد ايش؟ 3 على 4. ونفس القصه هسه تحول زي نفس اللي قبل شوي. كيف بدنا نخلص من اللي تحت؟ تقسيم 3 على 4، تقسيم 3 على 4. هاي بتروح بصير 1. وهون القسمة بخلي أول واحد زي ما هو، القسمة بتتحول لضرب، وهذا شو كنا نعمل فيه؟ قلنا نقلبه. ماشي؟ بصير 4 على 3. نحاول نختصر، هاي فيها 1، هاي فيها قديش؟ 2. ال 15 تقسيم 3 فيها 5، وال 3 تقسيم 3 فيها 1. بصير على 1، 5 ضرب 2 اللي هي قديش؟ 10، 10 على 1 اللي هي نفس ال 10. تمام؟ معناته هو فعليا قديش بيعمل؟ 10 متر مربع كل واحد ساعة. نعم الحصص مسجلة يا أجوان على اليوتيوب. أهلا يا نورس. وصلت شباب؟ طيب حدا عنده سؤال بالنسبة لهسه اللي حليته؟ يلا سريع سريع بدي آخذ أسئلة، بس اللي عنده سؤال تفضل يا بشتاوي. نعم نستخدم ثبت حول أقلب. بشتاوي شو سؤالك؟ بالغلط رافع إيدي. طيب ماشي شباب، ما عندوش ايد، ما عندوش سؤال ماشي نزل ايده. اتفضل يا اميره. يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك. باي درس انتو؟ احنا بالدرس الاول صح؟ 9 نعمل مراجعه واحده الاولى. مراجعات يعني. تمام يعطيك العافيه. طيب مين ظل الناس؟ سيف تفضل يا سيف. الو اتفضل. كنت بدي اسالك هسه العدد غير كس غير فعلي لازم نضرب وبعديها نجمع؟ ده زي هاي بضرب اللي هون بين هذول بين الاثنين والسبعة وبجمع بعدين مع اللي فوق. تمام ماشي. ماشي مين ضل عندنا شباب اللي خلص معلش نزل ايده. تمام تفضل يا تمام. السلام عليكم استاذ. السلام ورحمة الله. أستاذ هو بعد الضرب إحنا منقلب الكسر؟ اللي يثبت اقلب حول، بعرفش عندك كيف حافظتيها، يعني في أكثر من حالة. يعني هاي بخليها أول واحد زي ما هي، القسمة بتتحول لضرب والثاني بينقلب، بدل ما هو مثلا 3 على 4 بصير 4 على 3. شكرا. أهلا أهلا. طيب معناته هيك مظلش أسئلة. أوكي ننتقل اللي بعد. يا عبد الرحمن إيش؟ عندك سؤال؟ لا انا ما لا بدناش نشارك عبد الرحمن طول بالك، مشان له كثير دروس يعني، اذا ما كان بس يغرد يعني مشان الوضع شوي مزنوق خلينا نحكي. هذا نفس الشيء ايش لما يقول لك مثلا قاسم ممرض عدد دقات القلب فوجدها 52 دقه في الدقيقه، في قديش؟ 2 على 3 من الدقيقه. ماشي؟ كيف بتكتبها؟ بدك تحط 52. ماشي؟ 52 تقسيم 2 على 3
نفس القصة، بدنا نخلص من 2 على 3. كيف دائما تعمل تقسيم 2 على 3 تقسيم 2 على 3، اللي تحت بيصير 1، واللي هون اول 52 بخليها زي ما هي، بعدين بتتحول للضرب، وهاي ايش بتنقلب، بيصير بدل ما هي 2 على 3 بيصير 3 على 2. طبعا هاي على 1 تقدر ايش تختصر، هاي ما هي فيها 1، هاي فيها 26، اضرب بتطلع ظن 78 على 1، ما 78 دقه بالدقيقه الواحده. ايش تمام؟ تفضلي. ماشي، خلينا نحل سؤال على المقارنه اللي زي هذول. اوكي، بقول لك يحتوي شو مغطي افكار الدرس كامله. هذا الحصه كم وحده راح ناخذ؟ لا راح ناخذ وحده الاولى فقط يا سلمى. ماشي، اليوم هي الحصه الوحده الاولى بس، عشان الوحده الاولى كثير طويله فيها 7 دروس كان او 8 والله ناسي. يحتوي 50 جرام من الجوافه، بقول لك على قديش؟ 114 جرام ملي جرام من الفيتامين سي. طيب بعدين لو رحت انت على الفليفله اللي الصفراء هاي، الفلفل الاسود، بقول لك يحتوي 12.5 جرام من الفلفل الاسود الاصفر اسف، على قديش؟ 30 جرام من فيتامين سي. تمام. طب اي الصنفين يعد افضل مصدر ايش للفيتامين السي؟ ماشي. اوكي استاذ، هسه استاذ هسه ليش احنا هون؟ كيفين ليش احنا هون؟ يا اللجين احنا بلشنا حصص مراجعه مشان الفاينل. تفضل يا اللجين. لجينا احنا بلشنا حصص مراجعه على امتحان الفاينل. ماشي تمام. اوكي طيب نيجي هون. كوني انا مهتم في الفيتامين سي، ماشي، كوني انا مهتم في الفيتامين سي، معناته هو راح يكون ايش؟ هو اللي راح يكون فوق. ماشي. طب بالنسبه للجوافه اللي هو اول معلومه هون، هذا بالنسبه للجوافه. طيب كوني انا مهتم بالفيتامين سي معناته 114، ماشي، راح اكتب ايش؟ فيتامين سي، خلينا نحكي ملي جرام فيتامين سي، على راح تكون قديش في عندي كميه جوافه؟ كميه الجوافه قديش؟ 50 جرام. طب نحاول نبسطها، تقسيم 50 تقسيم 50، طب راح تطلع على 1. 114 كم؟ 114 تقسيم 50 تطلع قديش؟ 2.28. ماشي. طب هاي قديش كمية فيتامين سي بالجرام الواحد؟ يعني عندي فيتامين سي، يعني هسه بالجوافة قديش عندنا فيتامين سي؟ عندي 2.28 بالجرام الواحد. هسه بدنا نروح ايش؟ نعمل الثانية اللي هي وين راحت؟ الفلفل الأصفر. أستاذ حصص المراجعة الفان راح تكون لكل وحدة يعني حصة واحدة. نعم، أنا هيك قسمتها. أستاذ ما راح ناخذ دروس أجدد من المراجعة؟ لا يا أميرة. طيب نكمل. هسه نشوف ايش الفليفله الصفراء. طيب حكينا قديش كميه الفيتامين سي عندها؟ 30 ملي جرام، 30 ملي جرام فيتامين سي، على قديش وزنها؟ 12.5. صح. هسه تقسيم 12.5 تقسيم 12.5 اوكي بتساوي هسه 12.5 تقسيم 12.5 1، هسه 30 تقسيم 12.5 اوكي 30 تقسيم 12.5 2 هسه 2.4 2. قديش؟ 4. ماشي. طيب معناته قديش كميه الفيتامين سي؟ عندنا كميه فيتامين سي بالفليفل هذا جرام. طيب هاي حكينا ايش عندنا الرقمين هذول، هذا تبع مين؟ تبع الجوافه، هذا الجوافه، وهاي تعيت مين؟ هاي الفليفلة الحلوة الصفرة. ماشي. طيب وين أحسن تشتري فليفلة صفرة ولا جوافة إذا بدك فيتامين سي أكثر؟ إذا بدك فيتامين سي أكثر إيش؟ اشتري إيش؟ الفليفلة الصفرة. ماشي. والحصة الجاي كمان درس. وين محمد؟ احنا وصلنا، احنا حاليا بالدرس الاول، خلصنا تقريبا الصفحه 10 اول وحده. اوكي الحصه الجايه كم درس؟ الوحده الثانيه راح ناخذ اياها ناس. اوكي استاذ اي صفحه؟ احنا صفحه 10.
بشتاوي بشوفي بتحل كل واحدة لحال ماشي، بتحل في هاي بتحل الجواف لحاله وبتحل ايش يعني هذا هذا حل اللي فوق. طيب من هون لهون هذا الحل الفوقاني للجوافة، والحل اللي تحتاني لمين؟ للفليفلة ماشي. وببسط كل واحدة بعملها معدل واحدة فوق، يعني هون بعمل معدل واحدة هون بعمل معدل واحدة، بعدين بصير اشوف وين احسن الفليفلة ولا الجوافة. الرقم الاعلى في فيتامين سي اكثر صح، معناته احسن لي ايش اشتري انا ايش قلنا الفليفلة. مش فاهم حال إشي ثاني، كيف إني حال إشي ثاني؟ نفس الجواب بطلع معك ما في شيء، يعني هاي بطلع معك 2.4 على 1 جرام، بطلع معك 2.82 على 1 جرام. طيب هيك بكون شباب إيش أنهينا إيش الدرس الأول ماشي، نروح على الدرس الثاني. طيب اللي هو التناسب، تذكروا تناسب لو كيف تحول لكسر. طب ناخذ اذا حد عنده سؤال من تحت. تفضل يا ألمة. مرحبا استاذ. اهلا، بس كنت بدي احكي لك انه تعيد لي اياها على السريع بعد ما مسحت الحل. لا استاذ، ما انا كنت رافع من اول. طيب تعمل معدل وحده هون، شايف هاي؟ كيف تعمل يا معدل وحدة؟ استاذ ما فهمتها. ماشي ماشي، عندك هاي حوليها لمعدل وحدة، كيف بتحليها؟ بنحط 114 على 50 جرام، بعدين نقسمها على 50، تقسيم 50 تقسيم 50، قسمنا 50 قسمنا. بعدين بيطلع معنا الناتج. حلو، طلع معنا الناتج 2.82 يا نازل. معناته بالجوافة ماشي، هاي مين جوافة؟ هاي جوافة. بالجوافة قديش عندك فيتامين سي؟ عندك 2.28 صح؟ طيب بنروح السمين على الفليفل الصفرة هاي هم. كيف بدك تحليها؟ بتعمل تقسيم 12.5 صح؟ تقسيم 12.5 بصير واحد، وهون قديش بيطلع الجواب؟ قلنا 2.4 صح؟ استاذ. طيب معناته وين احسن يكون يعني، او وين كمية الفيتامين سي اكثر؟ بالفليفله ولا بالجوافه؟ بالجوافه. لا وين الرقم الاكبر، 2.4 ولا 2.22؟ 4 هاي 40، هاي تقدر تخيلي 40 مش 4 يعني لو تقول 2.4 يعني زي ما احكي ليرتين و40 قرش. فهمت على كيف؟ معناته الاحسن اللي هي الفليفله الصفر. طيب شكرا استاذ. اهلا اهلا، تفضل يا نور. ألو مرحبا أستاذ. أهلا تفضلي. أستاذ أنا امتحان الرياضيات النهائي بعد أسبوعين، والكتاب كامل داخل، زي هيك الحصص متى بناخذها؟ في بكرة كمان حصة مراجع في الوحدة الثانية، وبعدين عندنا 29 الشهر و30 الشهر. تمام يعطيك العافية. أوكي بكرة في كمان حصة. تمام. طيب نكمل. مين هذول فين دم؟ تفضل بتكتر تسألوا شيء. تفضل يا لوجين. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. هسا معلش بس تخلص تشرح لي درس الوسط الحسابي. إذا زاد معنا وقت بشرح. تمام. أوكي. تفضل يا سلمى. هسا أستاذ في الدرس الماضي في له حل طرق أسهل؟ أنا بالنسبة لي بشرح هاي الطريقة، في طرق أسهل أكيد، في حد اخترع طرق أسهل من هيك يعني، بديش أقول لك طريقتي هي أسهل طريقة في الدنيا يعني، فاهم أنا كيف؟ بس يعني أنا بشرحها بطريقة والأسلوبها. تمام شكرا لك. أهلا أهلا يا سلام. طيب ماشي نشوف يا شباب إيش التناسب. نبلش بأول مثال، بذكر حكينا إيش؟ أوكي، بسط التناسب، ماشي؟ أول شيء هاي كيف نحولها لكسر عادي، الموضوع كثير بسيط، أنا بطرح إيش من الشمال لليمين، ما نطرح في كذا 6 على قد إيش 8، ماشي؟ كيف نبسطها؟ تقسيم 2 تقسيم 2، بطلع عندي 3 على 4، صح؟
سيم 2 تقسيم 2. خلاص وقفنا. الروعه الثانيه عندي 18 تقسيم 24. ماشي. اول شيء راح تحكي تقسيم 2 تقسيم 2 قديش تطلع معك؟ تطلع معك 9 على 12. لسه ما خلصتش، كمل. في تقسيم 3، في تقسيم 3 صح. طيب 9 تقسيم 3 قديش؟ 3. 12 تقسيم 3 قديش تعطيك؟ 4. حلو. بما انه طلع معك نفس الجوابين هون وهون، معناته هل هذا بشكل تناسب؟ نعم بشكل تناسب. اذا طلع معك نفس الجوابين راح يكون معك ايش؟ نعم يشكل تناسب. ماشي. شوق يعني ارفع ايدك، انا ما مش عارف وينك انت هون قاعد. والله يعني بدي برش احاول، بس خليني امشي شوي بالماده مشان لسه يعني مرت نص ساعه واحنا مش بالدرس الثاني. طيب اوكي، نيجي مثلا ناخذ لنا مثال من هون سريع. لو اخذنا مثلا هاي المساله اللي هون. طيب تفضل يا شوق. استاذ بيصير احل؟ لا 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 شو وين تحل صولي بالك. طيب نيديون 1 على 4 في لها تبسيط؟ ما لهاش تبسيط يعني، خلص شو اقسم على قديش؟ هاي ناشفة. روح على البعدية 3 على 16 في تبسيط؟ لو قلت تقسيم 3 16 ما بتزبط تقسيم 3 صح؟ ما انتو برضو ما في تبسيط. ماشي. هسا الرقمين هذول مختلفات. شو معنى مختلفات؟ معناته لا يوجد ايش؟ تناسب. تمام. مين رافع ايده؟ تفضل يا علي. استاذ بدي حل. لا لا طول بالك طول بالك وين تحل. استاذ تفضل يا اميره. يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك. استاذ هل تدل لي اياه سريع؟ ماشي. بتصير تقسمي هاي، بحل لك المثال هذا اتحقق من فهم اللي هون. مثلا عندك 5 هاي بتصير 5 على 3 صح؟ في لها تبسيط؟ تقدر تبسطيها اكثر من هيك؟ لا هاي ملهاش. الروعة الثانية هاي 25 تنكتب على 15 صح؟ طيب تقسيم قديش؟ تقسيم قديش؟ 5. تقسيم 5. طيب 25 تقسيم 5 قديش تعطيني؟ 5. و 15 تقسيم 5 قديش؟ 3 صح؟ هسا الجوابين زي بعض. شو معنى الجوابين زي بعض؟ معناته ايش؟ يوجد ايش؟ تناسب. تمام. وصلت؟ وصلت. طلعوا مختلفات اكتبي ايش لا يوجد. طيب تفضل يا نورس. مين لا فتحنا نور؟ تفضل يا نورس. استاذ بس من نحل اتحقق من فهمي؟ حليتهم. بس من نتحقق من فهمي بس؟ شوف سريع يعني الفكرة، بحل لك المثال واتحقق من فهمي ونمشي عليهم. خالص شكرا استاذ. اهلا اهلا. طيب تفضل محمد. تفضل محمد. استاذ انا مش ترى في ايدك. بس انا غدق. غدق. اهلا غدق. بس كنت احكي لك بعد ما تخلص كل شيء، بس هيك تعيد للدرس الاول لانه ما كنت داخل معكم. طيب ان شاء الله. ماشي. اوكي. طيب شباب خلونا نكمل. فينا هسه نشوف شو قصه ضرب التبادلي. طب لو اجاك شيء زي هيك ماشي، قال لك مثلا 7، خلينا نكتبها هون 7 على 8 ماشي بتساوي ايه على 40. قال لك احسب يعني مانع او احسب التناسب او اقول لك اوجد ايه. شو بتسوي؟ اول شيء راح تعمل هيك زي اشاره اكس وتحكي هذا ضرب تبادلي صح؟ متى بنستخدم الضرب التبادلي؟ كسر يساوي كسر. ماشي يا شباب، متى بنستخدم الضرب التبادلي؟ لما يكون في عندي كسر يساوي كسر. طيب يلا نشوف كيف. 8 ضرب ايه؟ هاي 8 ايه. ماشي. 7 ضرب 40، هاي بكتب 7 ضرب قديش؟ هاي 40 صح؟ يلا بدنا نخلص من مين؟ بدنا نخلص من 8. فتقسيم 8 تقسيم قديش؟ 8. بتروح بالاي هون. ضل عندي الاي لحالها بتساوي في اختصار في بين 8 وال 40، هاي فيها 1 و 40 تقسيم 8 بتعطيني 5. طيب 5 ضرب 7 قديش؟ 35. ماشي، معناته قديش قيمة ايه؟ 35. هاي ريما تفضلي.
أحمد أسامة تفضل. أستاذ يعني شو سؤالك؟ نسيت؟ شو سؤالك؟ ماشي بس اتذكر هاي الماي فاتها معك. طيب تفضل يا يقين. ورا بطلت ماشي خلاص اختفت. احنا اليوم مراجعة عاملين ريماس للوحدة الأولى. احنا حاليا بالوحدة بالدرس الثاني صفحة 14. لا نيجي هون. نعم يا تبارك تفضل يا تبارك. أستاذ ممكن تعيد الاثنين؟ هاي لا أتحقق. أتحقق ماشي. عندنا 5-3 هاي كده نحول إلى كسر. حول 5-3 صح؟ في تبسيط لها؟ في تبسيط لها 5-3 تبارك؟ لا. طيب نيجي على بعديها 25-15 في تبسيط؟ نعم في تبسيط. تقسيم 5 تقسيم 5. طيب 15 تقسيم 5 قديش 3 و 25 تقسيم 5 قديش 5. شو بلاحظ؟ الناتجين زي بعض. شو معنى زي بعض؟ معناته يوجد تناسب. شكرا أستاذ. أهلا. طيب نكمل يا شباب الضرب التبادلي. نيجي نشوف مثلا هاي سهلة. هاي نفس اللي قبل شو حليناها كلها أرقام. نشوف هاي هاي شوي صعبة. طيب لو خلني أكتبها هنا. لو قلت لك عندنا 12 على x ناقص 2 تساوي 32 في عندي اكس زائد قديش 80. حلو. كسر يساوي كسر معناته تنحل ايش؟ باستخدام ايش؟ طريقه ضرب التبادل. تمام. ركز هون في عندنا مشكله صغيره اللي هي في عندنا اكثر من حد تحت زي ما انت شايف. ماشي. فشو بتسوي لما تيجي 12؟ مش تقول 12 ضرب اكس. هاي معناته 12 ضرب كلياتها هاي اللي هي قديش؟ اكس زائد 8. ماشي. شو معنى 32؟ ما تقول 32 هاي ضرب 2. هاي معناته 32 ضرب هاي كلها اللي هي x. مشان هيك بنحطها ايش؟ بين اقواس ايش؟ ناقص 2. طيب هسه شو راح نعمل؟ راح نعمل ايش؟ في شيء اسمه ايش؟ خاصية التوزيع. ماشي. اللي هي ايش؟ هاي تعمل هيك هيك. شو معنى التوزيع؟ يعني بتضرب ايش فيهم كلياتهم. ماشي. طيب كيف يعني 12 ضرب x 12 x. ثواني طولوا بالكم بس خلينا نحل هاي. 12 ضرب 8 96 16 96. طيب نكمل. 32 ضرب x تعطيني 32 x. 32 ضرب 2 تعطيني 64. طيب نحط الاكسات مع بعض والارقام مع بعض. كيف بدنا نعملها؟ نخلص من هاي. ناقص 12 x ناقص 12 x. هي راحت من هون. 69 تساوي 32 x ناقص 12 x قديش تعطيني؟ 20 x ناقص 64. نخلص من مين؟ من هاي. زائد 64 زائد 64. يلا راحت من هون. بضل عندي 20 x تساوي اجمعهم 100 160. يلا نخلص من مين؟ من 20. تقسيم 20 تقسيم 20 بتروح x تساوي 0 مع 0 بتروح. 16 تقسيم 2 قديش؟ 8. ماشي. اوكي مين عنده سؤال هون؟ تفضل يا ايش هذا سبسوب ايش المومني. تفضل يا مومني. نعم استاذ. بصير اضرب ضرب تبادلي قبل ما بصير اختصر قبل لا اضرب ضرب تبادلي؟ زي هون يعني مثلا هون لو قسمتي مثلا على قديش قبل ما تبلشي على مثلا على 2 قصدك تقسمي مثلا زيك او على 4؟ لا اختصر الارقام مع بعض. يعني كيف تختصر يعني؟ من هون في ناس تخطب من البدايه من هون. انت هيك قصدك 12 مع هاي؟ هيك قصدي. في ناس بيختصروا بس انا ما بفضل مشان ما الطلاب ما يسقطوا شيء يعني. بصير ماشي. نكمل. الما تفضلي الما. شباب اللي خلص معلش ينزل ايده مشان ما ضل اليدين رافع عندي. استاذ تفضل. هسه صح ال 12 صح طلعت معنا 12 x. صح بين ال 12 وال x ضرب انه نقسم. انت قصدك انه نخلص منها. كيف نخلص منها؟
هاي هاي يعني ال 12 اكس ماشي، وفي جهه ثانيه كمان اكس يعني يساوي 32 اكس. حاول دائما اخلص لانه بين ال 12 والاكس بكون في ضرب. انا فاهم عليك، انت بدك تخلصي، ما هو حسب شو بدك تخلصي، بدك تخلصي من ال 12 لحالها ولا بدك تخلصي من ال 12 اكس كلها؟ من ال 12. انت بدك تخلصي من 12 اكس كلها، بدي اوديها على الجهه الثانيه. انت فاهم عليك كيف؟ بدي اخلص منها كامل، انا بدي اياها تختفي من الجهه اليسار وتروح على الجهه اليمين، ما يضلش عندي اكسات هون. استاذ بس بنقسم، بنقسم، شوف القسمه هي اخر خطوه. ما كنت تقسمي، لما ظل عندي اكس واحده مثلا، عندي مثلا 30 اكس بيساوي مثلا 150 ماشي، هون بقسم على 30 على 30، اخر خطوه هي دائما القسم ماشي. يعني ما بصير اقسم من اول؟ لا 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 لا، دير بالك، لا بطلع لي غلط طبيعي، خطا عشانيه يعني. طيب شكرا استاذ. اهلا اهلا. طيب خلصنا. اوكي مين ظل انه هون؟ تمام تفضلي. تمام إيه استاذ. بصير تحل سؤال ثاني عشان نفهم. ماشي اوكي. الشباب حدا بيعلق البث عندي؟ شو استاذ البث يعلق كثير عندك؟ لا ما اظنش المشكله عندي يعني. لا لا هي الكل بيحكي، لا مش من عندك يا مين كان بيحكي، شو اسمه؟ الشباب اللي عنده مشكله بالبث يقرب على النت على الراوتر او المودم يعني. نكمل نحل مثال ثاني نشوف من اتحقق من فهمي. ماشي نحل مثلا صعبه زي هاي اوكي، اللي هي اكس على اكس 12 ناقص اكس بتساوي 10 على 30. اول شيء في اختصار هون، ممكن مثلا اختصر هاي مع هاي، صفر مع صفر ماشي، مش هتسهل حياتنا. بعدين بعمل شو؟ ضرب تبادلي. طيب اكس ضرب 3 3 اكس ماشي شباب، ما يعني ما فش يعني فش 5G يعني، وما المشكله مش عندي وانا الراوتر وراي يعني، هذا فايبر تبين على كيف. اوكي قلنا مره ثانيه 3 ضرب اكس قديش؟ 3 اكس. 1 ضرب هسه 1 ما بتاثر على الضرب ماشي، 12 ناقص قديش؟ قلنا اكس. طب نخلص من الاكس هاي اللي هي زائد اكس زائد اكس، بتروح من هون بضل عندي 4x بتساوي قديش؟ 12 تقسيم 4 تقسيم 4 تروح x تساوي قديش؟ 3. ماشي شباب. طيب اوكي بعدين اخذنا زي هيك في زي مسائل كلاميه، خلينا نحل واحده عليهم. في حد عنده سؤال؟ تفضل يا بشتاوي. بشتاوي احمد اسامه استاذ ذكرت السؤال. شو سؤالك استاذ؟ اذا كانت اكس مقابل اكس شو نسوي يا استاذ؟ انت انا ايش بتحكي؟ شو اكس مقابل اكس بالضبط؟ يعني عدد تحتيه اكس وبعدين تساوي اكس تحتيه عدد عشان هيك. هاي ما تعلمتهاش انت، مش انه بتعمل ضرب تبادلي، هاي بتاخذها بصف كامل ماشي، فما تخافش. لا يا بكون الاكسات يعني فوق او تحت تحت ماشي، اما مش بالضرب التبادلي هيك بيجوا يعني مع في نفس الخط يعني خلينا نحكي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. وين راحت؟ تفضل يا سلمى. أستاذ هاي الحصة مسجلة على اليوتيوب يعني نقدر نرجع لها بأي وقت؟ بتنزل على اليوتيوب خلال يومين إن شاء الله. خلاص تمام شكرا. على العفو. آية لؤي تفضل. صورة يا عبد الرحمن. هاي آية لؤي تفضل.
طيب اللي بعده تفضلي يا نور. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك. ممكن تبعت لي رابط الفيسبوك ورابط المجموعة وبس. طيب تخلي لي آخر حصة هذا شوي مشان أنا مجوب بالشرح. ها طيب تفضلي رائد. رائد ولا رائد؟ رائد سامر. أستاذ. آه تفضل. بس في هدول المسائل اللي بيجوا كتابة بعرفش أحل عليهم كثير. بس أنا بدي أشرحها لسه ما شرحتهاش. طيب تفضل يا أميرة. الله يعافيك. بطلت. طيب شباب نيجي على المسائل الكلامية. ويقول لك في إحدى الشركات الحواسيب كانت نسبة العاملين في قسم البرمجة إلى العاملين في قسم التسويق قديش؟ 3/8. يعني راح نكتب قديش 3/8. طيب حلو، الثلاثة بتمثل مين والثمانية بتمثل مين؟ هسا أنت كيف تقرأ بالعربي؟ أنت بتقرأ هيك ماشي؟ بس بالنسبة للإنجليزي أنت بتقرأ كيف هيك؟ شقلو. فأول اسم ذكر إذا كانت نسبة العاملين في قسم البرمجة، هذا إيش؟ أول اسم ذكر وإحنا ما بنقرأ صح؟ معناته أول رقم راح ينذكر اللي هو من شمال لليمين، هذا راح يكون إيش؟ برمجة. معناته الثلاثة مين للبرمجة. إلى نكمل قراءة، إلى العاملين في قسم التسويق، اسم ذكر هو التسويق ماشي، معناته الثلاثة رقم هو راح يكون له مين للتسويق ماشي. طيب نكمل قراءة. فإذا كان عدد المبرمجين قديش؟ عدد المبرمجين 27، فما عدد العاملين في قسم التسويق؟ بقول لك لو كان عدد المبرمجين 27 قديش واحد راح يكون بيشتغل قسم التسويق؟ كي يساوي ورح تحط ايش؟ انكسر المبرمجين هذول ال 27 وين راح تحطهم؟ راح تحطهم فوق لتحت، بدك تحطهم فوق على سوى البرمجه. البرمجه دائما راح يكون ايش؟ فوق. تمام؟ هاي قد ايش 27 والعدد العاملين في قسم التسويق مش معروف، راح تسميه انت ايش مثلا اكس ماشي؟ بعدين شو راح تعمل؟ كيف بدك تحلها؟ ضرب تبادلي، 3 ضرب x 3 x يساوي 27 ضرب قديش قلنا 8. طيب تقسيم 3 تقسيم قديش 3 بتروح x بتساوي يلا 3 مع 27 فيها هاي فيها 1 هاي فيها 9، 9 ضرب 8 قديش 72 ماشي. معناته عندنا 72 واحد بيشتغل في قسم التسويق ماشي. طيب حدا عنده سؤال عليها؟ تفضل يا لؤي. الو استاذ. بس كان بدي احلها انا بس انت ما رديتش من البدايه خالص. طيب تفضل يا علي. استاذ. تفضل. يعني بنقدر هسه أول إشي يعني إنه نضرب 27 ضرب 8 بعدين نحط يعني بعدين نقسم على 3 7 مرة ثانية 27 ضرب 8 تقسيم بس طولي بس يعني راح تطلع رقم كبير هون تقسيم 3 قسمة طويلة يعني فهمت علي كيف؟ بصير. شو اللي مكتوب 7.5 عندك يا جوان؟ أهلا أهلا ما فهمت عليك شو يا جوان؟ شو المكتوب عندك 7.5؟ اوكي نكمل. هيك انهينا ايش الدرس الثاني ماشي. ننتقل للدرس الثالث، العلاقات ايش التناسبيه. العلاقه التناسبيه هو كثير درس كثير سهل يعني هو مش درس تقريبا ماشي. انت ايش راح تسوي؟ كله عباره عن معدل ومعدل زيه زي الدرس الاول ماشي. هو عباره تقريبا زيه زي الدرس الاول ماشي. تيجي انت بيجيك بالاغلب الاسئله تجيك جداول ماشي، وانت بتصير تطلع ايش منهم معدل الوحده. بس ثواني شوي دقيقه الشحن. اوكي مره ثانيه، العلاقات التناسبيه قلنا هذا بيشبه ايش؟ درس معدل الوحده ماشي. او يعني خلينا نحكي زي ما راح تقسم تقريبا في النهايه. طيب اول شيء هون
ماشي، بيجيك مثلا جدول مثلا سجلت سلوى الدقائق التي تحتاجها لقراءة عدد من صفحات في الجدول المجاور. طيب بقول لك لو قرأت خمس صفحات قديش بتخلصهم؟ بتخلصهم في دقيقتين. لو قرأت 15 صفحة بتخلصهم بست دقائق قصدي، ولو قرأت 45 صفحة بتخلصهم قديش؟ ب 18 دقيقة. طيب اللي راح تعمل انت زي نفس معدل الوحدة، حكينا بمعدل الوحدة مين بهمك؟ لما يكون في عندك وقت او زمن دائما بنحط وين تحت صح؟ فانت عندك خمس صفحات يعني خمسه فوق واثنين تحت صح؟ اللي هو الزمن تحت. يلا تقسيم اثنين، تقسيم اثنين هاي واحد، وخمسه تقسيم اثنين تعطيني اثنين ونص. خمس ليرات تقسيم اثنين تقريبا قديش؟ ونص صح؟ اول واحده قديش هتعطيني جواب؟ اثنين ونص. نكمل. نجع الثانية اللي 15 على قديش؟ على 6 تمام. بدنا نخلص من مين؟ بدنا نخلص من 6. تقسيم 6 تقسيم قديش؟ 6 بتصير على 1. 15 تقسيم 6 يعني بدك تستخدم قسمة طويلة، هاي 15 تقسيم 6 فيها 2 اضرب تعطيك 12، اطرح تعطيك 3، ما ضلش مجال تعطي فاصلة هاي 0، تحط 5، 5 ضرب هاي 30. طيب معناته قد الجواب برضو 2.5. طيب شباب اسف اي ثواني بس خلينا نخلص. بدك تحسب، شوف بدك تحسب معدل الوحده لهاي ولهاي ولهاي، لازم يطلع معك معدل وحده فيهم الثلاثه نفس الجواب. فاول شيء قلت ايش؟ عدد الصفحات 5 تقسيم 2 اللي هي عدد دقائق، حسبت لها معدل وحده. كيف تحسب معدل الوحده؟ تقسيم اللي تحت، تخلص من اللي تحت يعني، بيطلع معك قد ايش جواب؟ 2.5. رحت بعدين قلت يلا 15 تقسيم 6 برضو بيعطيني قديش؟ 2.5. الأخيرة 45 تقسيم وينها؟ 18 ماشي، تقسيم 18 تقسيم 18 تعطيني قديش؟ 1. وهنا برضو راح تعطيك قديش؟ 2.5 ماشي. بما انهم الثلاثة يعطوك نفس الرقم، هون اعطاك 2.5 وهون اعطاك 2.5 وهون اعطاك 2.5، معناته ايش؟ تمثل يعني نعم يوجد علاقة تناسب. تكتب ايش؟ نعم يوجد علاقة تناسب ماشي. نعم يا نورس، هاي اول حصه مراجعه بنعملها احنا للوحده الاولى، احنا حاليا صفحه 18. مين هون؟ في حدا بده يسال؟ يعني ما اذا طلعت معك نفس الجواب فيهم كلهم ماشي، معناته نعم تمثل علاقه. لو واحده ما طلعت كيف يعني ما طلعت؟ يعني لو طلعت معك غلط زي هون طلعهم. شوف المثال اللي بعده، عندك جدول الطول والعمر ماشي. احنا قلنا ايش بالعاده؟ العمر بنخليه تحت الزمن يعني. راح نكتب قديش؟ 1 على 4، بدنا نحلها 4 مرات صح؟ طيب 1 على 4 بدنا نخلص من المقام، تقسيم 4 تقسيم 4 قديش بيعطيك؟ 1 على 4 بيعطيك هالقد على 1. طيب اللي بعده 11، 1.1 تقسيم 6 تقسيم 6 تقسيم 6 تعطيك واحد. شو مشان ما نضيع وقت تستخدم الآلة الحاسبة يعني، هو المفروض ما نستخدم بس يعني مشان 1.1 تقسيم 6 قديش بيعطيني؟ 0.18. هون ما في داعي تكمل أصلا، تعرف ليش؟ اطلع على الأجوبة، الأجوبة قاعدة تطلع معك أرقام مختلفة، معناته لا يوجد تناسب. خلاص لا يوجد إيش؟ تناسب. أوكي ماشي. فين رافع ايده هون؟ تفضل. وين هاي ماس؟ تفضل يا ماس. استاذ بحكي انه بعمل الاولى اذا بكملها عادي، اذا طلعت الثانيه مختلفه ما بكمل الباقي، ما بكون تناسب. ما في داعي تكملي خلاص، انه في واحد غلط بنحكي طبعا معك. اوكي استاذ شكرا لك. اهلا اجوان، تفضل يا اجوان. استاذ بدي اسال، اي ساعه بتخلص الحصه؟ 7:30. تمام شاء. اوكي معلش خلص انزل ايده عشان في كثير صار عجق عندي. ريان تفضل يا ريان. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. ايه هسه يعني مثلا انا حليت الاولى والثانيه طلعت غلط، مش داعي احل الثالثه وما بنقص لي علامات صح؟
لا 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 ما بنقص خلاص في واحد غلط ما راح طلع يعني مش فاضي يعني شغل على فاضي كيف؟ شكرا. اهلا اهلا يوسف تفضل يا يوسف. سد شارك يوسف والله ما في وقت انا يدوب ملحق اشرح فما باقي المشارك. المشكله حصه المراجعه صعبه يخليك تشارك الا اذا عندك سؤالي فاهم علي كيف، اما خليك تشارك راح تاخذ وقت وقصه يعني شو بدي اشرح انت فاهم علي كيف، بدي احاول اشرح الفكره ممكن الطالب ما يفهم مثلا انت شو حكيت فاهم علي كيف. طيب شكرا استاذ. اهلا اهلا يا يوسف. طيب شباب معلش اللي نزل ايدي انا شنو في كثير ناس عشان جاوبتهم بس بعدهم رافين مين مش وين مين طلع لنا طيب. اوكي الباقي درس ترى كله زي بعضه فهمت علي دائما بدك تطلع معدل واحدة وشوف ماشي مثلا زيك لما تيجي تحسب معدل واحدة مثلا بالدرس بالسؤال هذا اللي هون ثلاثة مثلا تطلع قديش 10 تطلع 8.5 خلاص مش داعي تكمل يعني فهمت علي طلع معك رقمين مختلفات معناته ايش لا يوجد علاقة تناسب فالدرس هذا ايش سهل ماشي نروح على ايش التناسب الطردي. طيب التناسب الطردي حكينا إله كان قديش إله معادلتين. طيب يا جوان كملي خلاص كملي اذا المسبة هي كانت كملي كملي اوكي. التناسب الطردي يا شباب اذا تتذكروا حكينا عنه ايش كان في معادلتين ماشي المعادله الاولى هم نفس المعادله مشتقات من بعض يعني بس واحدة كنا نستخدمها للجداول واحدة في حال طلبني شو هي المعادلة كيف يعني أول واحدة حكينا اللي هي y ماشي تساوي kx ما تبى استخدم هاي بستخدمها هاي إذا حكى لي أكتب معادلة التناسب الطردي حلو ما تبى نستخدم هاي إذا قال لي أكتب معادلة التناسب الطردي في عندي واحدة ثانية اللي هي إيش y شو y قصدك هي هي بتساوي y على x ماشي هاي متى بنستخدمها بالجداول اذا كان سؤال جدول اول شيء بتستخدم هاي ماشي طيب نشوف كيف نيجي ننتقل للسؤال الاول ننزل 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 اوكي نيجي هون حلو هذا السؤال جدول صح يمثل الجدول المجاور العلاقه بين المتغيرين x و y وبين ان x و y متناسبان طرديا قصدي ثم اجد ثابت التناسب كي بما انه حكى لك احسب كي تستخدم ايش القانون هذا تبع الجدول طيب قلنا كي بتساوي واي على اكس صح طيب المشكله بدك تتاكد منهم كلهم كيف انك تتاكد منهم بدك تحل هون وهون 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 ثلاث مرات بدك تحل مشان تتاكد انه دائما بيطلع معك نفس الجواب يعني واي على اكس حسب القانون يلا نيجي هون واي قديش 8 على 1 8 على 1 قديش 8 طيب نيجي هون واي على اكس 16 على 2 16 على 2 قديش برضو قديش 8 اللي هي هاي الثالثه عندي 24 على 3 24 على 3 برضو بتعطيني قديش 8 شو بلاحظ طلع معك نفس الجواب 8 8 8 بما انه يعني الناتج دائما ثابت معناته ثابت التناسب اللي هو كي قديش ثابت يعني قديش تطلع معك كي؟ كي تساوي 8 ماشي؟ آه. نشوف اللي بعده شو بده بده بقول لك اكتب معادلة التناسب ثم اوجد القيمة المجهولة طيب نرجع طلعنا بس خلنا نحفظ قديش طلعت معنا كي؟ كي طلعت معنا 8 طيب نيجي هون معادلة المعادلة شو كانت؟ y بتساوي kx كي احنا حسبناها يعني كي بدل كي بدي اشيلها واحط قديش الجواب طلع معي 8 8 اكس صح بقول لك اوجد القيمه المجهوله هون بحكي قديش الاكس 10 معناته 8 ضرب 10 8 ضرب 10 قديش 80 واي تساوي 80 معناته هون قديش تصير بدك تحط قديش 80 ماشي طيب مين عنده سؤال تفضل يا الما رائد تفضل يا رائد استاذ آه. الحصه الجايه رح نحل بالدوسيه ولا لا
الوحدة الثانية راح نحل. طيب إذا عندك في سؤال، إذا عندك سؤال معين من الدوسية احكي لي بجاوب. طيب ما شكرا. أهلا أهلا. طيب مين كمان رافع؟ ماس تفضلي يا ماس. أستاذ أي دوسية؟ الدوسية هي قصدهم كتاب التمارين. الكتاب الصغير عرفتي هذا رفيع. يا عرفت. أوكي. ميرا تفضلي يا ميرا. أستاذ. تفضلي. شو اسمه؟ بصراحة يعني يدفه بصراحة مش فاهم كثير. وهي ميرا هاي مراجعة هذا مش شرح. انت فاهم هذا مش انا مش قاعد بشرح من اول جديد بس انا بحاول اشرح قد ما اقدر بسرعه مش هيك بتلاقيني بحكي بسرعه فاهم علي كيف هذا كله شرح هذا شرحناه زمان يعني هذا كل حصك يعني مثلا الدرس الاول شرحناه حصه كامله الدرس الثاني شرحناه حصه كامله الثالث حصه كامله انت فاهم اظن كل درس لحال نزل فاهم علي فاليوم انا بدي احاول الملم افكار بس انه اليوم والله الدرس الاول لازم تعرف تحل فيه هيك 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 الدرس الثاني لازم تعرف تحل فيه هيك هيك هو موجود يعني. عليك صح؟ نعم موجودات على اليوتيوب نعم الدروس القديمة كلها موجودة على اليوتيوب خلاص تمام يعطيك العافية الله يعافيك طيب ألمى مرة ثانية ألمى تفضلي أستاذ أنا قصدي يعني الدوسية اللي وزعتها أبواب مش كتاب التمارين أنا والله كل فكري قصدي كتاب التمارين لا ليش يعني لا لا ما ماشي إذا بدك عادي بحلك منها عادي ما عنديش مشكلة بس برضو يعني اسأليني شو السؤال بحلك إياه تمام شكرا انت قصدك مش انت لما رحتي انت لقيتيهم صح قصدك لما كانوا بوزعوا يوم الجمعه الماضيه نعم لما كانوا بالمولات وهيك بكارفور طيب ماشي بقى بنكمل غنى تفضلي يا غنى السلام عليكم استاذ راح توزعوا كمان دوسيات على التجمعات الثانيه والله صدقا ما عندي علم لحد هسه بس لحد الان لا يعني كانوا يعني مش انه كل كل مره في مكان كانوا يعني اوكي لو بدكم تعملوا بالزرع انه اعلنوا هون ان شاء الله ان شاء الله توكل على العافيه الله يعافيك طيب وين وصلنا ماشي ناخذ مثال من هيك زي واقع خليك شوي طيب يمثل جدول مجاور العلاقه بين عدد السيارات ماشي والمبلغ اللي بياخذوه من خلال الغسيل طيب اول شيء بين ان عدد السيارات متناسبان طرديا ثم ايش اوجد ثابت التناسب كي ماشي طيب اوكي بما انه جدول معناته كي بيساوي واي على اكس صح يلا نبلش هون طبعا بالمنطق دائما المصاري احنا قلنا بتكون هي بالبسط صح فهون راح تكون ايش 20 على 5 يعني قديش 4 الثانية 4 تقسيم 10 برضو قديش تعطيني 4 والله يا غدق ما بعرف إذا بدهم يجوا عجلون ولا لا 40 تقسيم 10 قديش تعطيني 4 اللي بعدها 60 تقسيم 15 برضو بتعطيني قديش 4 و 80 تقسيم هاي برضو 4 كل دقيقة بضل يطلع نفس الرقم اللي هو 4 4 4 معناته قديش كيف بدها تطلع بدها تطلع 4 وصلت لو سأعطاني سؤال مثلا وهي حكاية اكتب معادلة التناسب هو المعادلة y بيساوي kx ماشي الكي حسبناها قديش 4 x هاي بنسميها ايش معادلة التناسب الطردي ماشي تفضلي رائد استاذ بس عاد ترجع تحله من اول شو صرحاني رائد كاين لا والله استاذ بس رحت اشرب مي طيب يا رائد شوف تقسم كل كل واحدة على اللي قبلها 20 تقسيم 5 قديش تعطيك 4 40 تقسيم 10 4 60 تقسيم 15 4 80 تقسيم 20 4 كل دقيقه ظل يطلع معك نفس الرقم معناته ثابت الرقم صح معناته كي قديش تطلع 4 تمام بعدين اذا اعطاك سؤال ثاني قال لك اكتب معادله ايش التناسب الطردي شو المعادله هي هاي قانون المعادله y بيساوي كي اكس الكي انت حسبتها قبل شو 4 فبتكتب بتشيلها بتحط قديش 4 طيب تفضل يا نورس استاذ الجميع يستلم بيستلموا دوسيات للرياضيات والله يعني هو كانوا بيرفعوا على المولات ومرات على زي كارفور او مثلا زي مدينه رياضيه او زي كماكن فكانوا يعني كانوا طلاب يلتقوا فيهم ذلك يا
شكرا استاذ. اهلا اهلا. طيب شباب، مرات كان بيسالنا اللي هي هون زي وين راحت، طيب من خلال الرسم كيف بدك تعرف ثابت مش ثابت التناسب؟ بدك تعرف انه هل هو التناسب طردي او مش طردي. ماشي، اول شيء لازم ايش؟ لازم تكون تمر بنقطه الاصل. شو نقطه الاصل؟ اللي هي هاي هون نقطه الاصل، هاي الالتقاء صفر مع صفر. ماشي، لازم تمر بنقطه الاصل، ولازم يكون عباره عن ايش؟ مستقيم. ماشي، مش نوع وجهنا، مش انه والله نقطه الاصل هيك وتمشيد بعدين تحس حالك انه طلعت هيك. لازم ايش؟ يكون خط ايش؟ مستقيم، وتبدا من وين؟ نقطه الاصل. فمعناته لو اعطيتك رسمه زي هاي وقلت لك هل هاي بتمثل علاقه التناسب الطردي، راح تقول نعم، مش انها بلشت من صفر وصفر نقطه الاصل وكان الخط مستقيم. ماشي، مشان في اسئله مرات بيسالك زي اظن كان بالتدرب بيسالك هل هذا راحت ننزل زي هون ها، لا مش هون، معناته هذا الدرس اللي بعده صح، كان فرجيك بقول لك اوكي ماشي مش مشكله. معناته متى بيكون تناسب طردي؟ اذا بلشنا من نقطه صفر وصفر وكان الخط ماله مستقيم. تمام، طيب شو كمان ممكن يسالك من خلال المستوى الاحداثي؟ نيجي هون وبين اذا كانت العلاقه تمثل تناسب طردي، يعني بما انه بلش من صفر وصفر وكان الخط مستقيم معناته نعم تمثل ايش؟ تناسب طردي. بعدين اوجد الثابت كي. ثابت كي موضوع سهل، خذ اي نقطه جاي فيه. يعني مثلا انا بديش اخذ زي الكتاب، بدي اغير مثلا، بدي اخذ زي هاي، بدي اخذ هاي وهاي. تمام، قديش الزمن؟ 2. قديش السعرات الحراريه؟ 20. الدرس اللي بعده نعم تناسب عكسي. ماشي 20 اوكي. طبعا احنا بنعرف هذا اسمه محور اسمه واي، هذا المحور اسمه ايش؟ اكس. طيب لو اخذت انت قديش اللي هي، مش احنا بنعرف انه واي بتساوي كي اكس صح؟ او لا، بدي اقول لك اوجد الثابت. مشان نوجد الثابت احنا كنا نستخدم اي واحده ثانيه صح؟ الايجاد كنا نحكي كي بتساوي واي على اكس لايجاد ثابت التناسب. طيب ناخذ هاي، احنا حكينا بدي اخذ انا هاي مع هاي، يعني قديش الواي؟ 20. قديش الاكس؟ قديش 2. معناته كي بتساوي ال 20 على قديش؟ 2. 20 تقسيم 2 قديش؟ 10. معناته قديش كي؟ 10. اذا اعطيتك سؤال ثاني قلت لك اكتب معادله، اكتب واي بيساوي كي اكس، بدل كي بدك تشيلها وتحط بدالها قديش؟ ماشي؟ هذول ايش اهم شيء قلنا بالدرس الثالث ونوصل الرابع. طيب نشوف الدرس الخامس، التناسب ايش العكسي. ما تخربط بين التناسب العكسي والطردي، بفهمك كيف بدك تميز هسه فيه. يعني في حال مس ما حكت لك شو التناسب شو تعمل. اوكي، التناسب الطردي قسمه والتناسب العكسي ضرب. نعم يا غدق، ايش ما فهمتي يا احمد؟ شو اللي ما فهمته يا احمد؟ احمد الدرس صعب كله، عيد لك اياه يعني، فاهم علي كيف؟ يعني اذا مش انا زي ما قلت قاعد بعمل مراجعه، يعني بحكي عن اهم رؤوس الاقلام اللي فيه. شوف عندك خيارين يا احمد، اذا بدك، اذا انت مش فاهم الدرس بالمره ماشي، اذا عندك مفتاح اشتراك تقدر تروح المنصه. ماشي، اذا عندك مفتاح هذا، اذا في حال مثلا عندك مفتاح اشتراك ماشي، بتروح على المنصة وبتختار مثلا الوحدة الأولى، بتختار مثلا درس التناسب الطردي ماشي، وبتحضر عن الفيديوهات. إذا ما بدك أو ما عندك مفتاح اشتراك تقدر تشوف اليوتيوب. اليوتيوب ماشي، في عندك إيش منصة أبواب، بتختار الدروس اللي إحنا كنا يعني اللي شرحناها اللي هو شرحي أنا برومو. طيب نكمل شباب، نيجي اليوم هسه راح احكي ايش عن التناسب ايش العكسي. طيب برضه التناسب العكسي حكينا له معادلتين، هو نفس المعادلتين برضه مشتقات من بعض، بس انا بفصلهم يعني، مش بفصلهم يعني، مشان واحده نستخدمها للجدول في حال طلبك كي، واحده للمعادله. في حال طلبك المعادله، شو المعادله؟ واي بيساوي كي على اكس. ماشي، هذا في حال طلبك ايش المعادله؟ معادله التناسب العكسي. ماشي، وفي حال والثانية اللي هي مش هتحسب كي، كي بيساوي اكس واي.
هاي في حال طلبك كي أو بشكل عام للجدول يعني كيف تحل اللي هو الضرب. ماشي طيب نقرأ السؤال الأول. وبل إذا كان X و Y متناسبان عكسيا ثم أجد ثابت التناسب. ماشي طيب ماشي. بما أنه عكسي بدنا نضرب صح، فقلت أن كي تساوي X ضرب Y، يعني راح تحكي هون قديش 5 ضرب 20. قديش 5 ضرب 20؟ 100. مروا على الثانية 10 ضرب 10 برضو راح تعطيني قديش؟ 100. 45 25 أسف ضرب 4 يساوي 100. كل دقيقة ضروا يطلع معك نفس الجواب صح؟ 100 100 100 معناته 100 قديش ثابتة صح؟ معناته الكي قديش راح تطلع؟ الكي تساوي 100. ماشي؟ الكي قديش طلعت معنا؟ 100. طيب إذا أعطيت سؤال ثاني قلت لك اكتب معادلة إيش؟ التناسب العكسي. إذا تكتب المعادلة y بيساوي k على x مش هذا الصيغة العامة، يعني يكون y بيساوي قديش الكي بدل كي بدك تحط أنت 100 على x. تمام؟ طب إذا قال لك أوجد القيمة المفقودة أو اللي هون راح تكتب أنت قديش 100 على x، x قديش 50، قديش راح تطلع 2. معناته قديش الواي هون راح تكون؟ راح تكون قديش 2. تفضل يا يقين. يعطيك العافية. الله فيك. كيف تميز بين التناسب العكسي والطردي؟ طيب شوفوا شباب، بالنسبة للجداول كيف تميز بين التناسب العكسي؟ طيب خليني أمسح. هسه إذا كانت الإكس تزداد، يعني كيف الخمسة صارت 10 والعشر صارت قديش 25 والـ25 صارت 50، شو قاعد تزداد صح؟ طيب بتفرض الواي، الواي شو بتسوي؟ بتزداد من 20 صارت 10 قلت، يعني سالب. خلينا نحكي من 4، من 10 صارت قديش 4، من 4 صارت 27 صارت 2 صح؟ إذا واحد بتزداد والثاني شو بده يكون؟ بده يكون عكسي، يعني إذا كانوا عكس بعض الإشارات بده يكون عكسي صح؟ الدرس اللي قبله لو نرجع اللي هو الطردي مثلا، ها وين راح ننزل شوفي هون، اطلع على الاكس قاعد ايش بتزداد، كانت 1 صارت 2 صارت 3 صارت 10، شو قاعد بتزداد؟ طيب شو قاعد بيصير بالواي؟ برضو ايش بتزداد. اذا اثنيناتهم نفس الاشاره بكون اسمه ايش؟ طردي. نفس الاشاره طردي، عكس الاشاره ايش؟ عكسي. وصلت؟ تمام شكرا. اهلا تفضل يا اجوان. هيا اجوان. تفضل يا رعد. استاذ ممكن كمان في انه كمان طريقه تميز بين الطردي والعكسي. شو هي؟ انه العكسي دائما بقل والطردي دائما بزيد. يعني مثلا هاي قاعده بتزداد، هاي شو قاعده بتقل؟ اذا واحده بتزداد وواحده بتقل شو بدها تكون؟ عكسي. اما الطردي لا، اثنين بزيدوا. نعم اثنين بزيدوا. اما التناسب بيجي زي الزحليقه. اوكي شباب. طيب مين هون؟ تفضل يا ريان. يسأل هسه اسئله الدرسيه موجوده على الابواب؟ والله ما بعرف موجود على الابواب ولا صراحه. تمام. اوكي اهلا اهلا. ماشي تفضل يا ريان. اهلا استاذ. اهلا. شو اسمه؟ نسيت شو كنت بدي احكي. لسه اذا بعدنا شباب، شو صرت ختيار؟ لا هسه تذكرت. هسه سؤال، هسه بكره في عندنا حصه ان شاء الله 22 الشهر. نعم بكره. راح يبين عندي في تطبيق ابواب انه راح يكون في حصه. بس يعني انت شوفها لا سمح الله ما بينش. اي موعدها بيكون بكره على الساعه زي اليوم على الساعه 6. الساعه 6 ل 7 ونص. نعم. اوكي شكرا استاذ. اهلا اهلا. طيب ماس تفضل يا ماس. هو اول مره بيجيني مسج انه في حصه، زمان ما كان يجي. هو يعني هو تطبيق هو مسج.
طيب تفضلي يا تمام. آسف شكلي فتحت الورقات دي بالخطأ. آه ماشي. طيب نكمل. وين وصلنا؟ طيب. أوكي نجي هون. مين الفايدة؟ أوكي خلاص هذا نفس الشيء كله. بضل علينا قصة إيش الرسم البياني. أوكي شوفوا كيف بتجي شكله رسمته هيك دائما مايلة هيك مش مايلة يعني هيك خلينا نحكي لفة هيك عاملة بس تشوف لفة لا رسمة زي هيك أعرف إنه إيش هذا إيش عكسي ماشي ممنوع يلمس إكس ممنوع يلمس واي صح. نيجي هون طب خلينا نحل هذا المثال ثواني. أوكي يبين الشكل المجاور علاقة عكسية بين متغير إكس وواي قبل شوي وين بنت تحكي. أما التناسب العكسي بيجي زي الزحليقة يعني بتقدر تسميها زحليقة إذا بدك يعني ما أشي. طيب يجينا هون أجد ثابت التناسب كي نفس القصة بدك تأخذ نقطة ماشي بدك تختار أنت نقطة. أنا ما بدي أختار نقطة كده بدي أختار لك واحدة ثانية مثلا لو اخترت هاي بدي أفرجيك بطلع نفس الحلين هاي اللي هي النقطة هاي مع طيب. اللي هي قديش تطلع y بيساوي قلنا k على x او مشان تحسب k تذكروا كيف بدنا نحسب k قلنا k بتساوي x y صح مشانه عكسي. طيب الx قديش انا بدي اختار هاي النقطه قلت هاي مع هاي يعني الx قديش 1 والy قديش 2 الx 1 ضرب y اللي هي 2 قديش بيطلع معك جواب 2 يعني قديش طلعت الk k تساوي قديش 2. طب اكتب معادلة التناسب عادي تكتب y بيساوي مش كانت k على x القانون يعني راح تكتب y بيساوي بدل k بدك تشيله وتحط قدامها قديش 2 اوكي. طيب نمسح حد عنده سؤال اي لو يتفضل دقيقه شوي والله تفضل يا لؤي. استاذ عادل سعيد ما فهمته أول شيء بدك تختار نقطة على الرسمة. شو معنى نقطة على الرسمة؟ نقطة حلوة. كيف يعني نقطة حلوة؟ حسب فرجيك خلينا نكبرها بس. لو عملنا أوكي. لو عملنا هيك خلينا مثال. مثلاً شو معنى نقطة حلوة يا لؤي؟ قصدي هاي ما بتقدر تختارها. بتعرف ليش؟ هاي مشانها جاي مش على لازم تختار واحدة جاي على حفة المربع. ماشي؟ يعني هاي مش راح تزبط. هاي مش راح تزبط. هاي مش راح تزبط. ماشي؟ ليش الوحيد راح يزبط؟ يا هاي الحمراء يا هاي. لازم تكون على الزاوية. لازم ايوه نعم لازم تكون على زاويه المربع تمام عشان تقدر تختارها. انا اخترت واحده غير الكتاب مشان افاجئك انه بيطلع نفس الحل فهمت عليك يا اللي هي هاي معها تمام. شو القانون كانت شو قانونها كي بيساوي اكس واي صح يعني قديش اكس اللي هي 1 وقديش الواي اللي هي 2 1 ضرب 2 قديش تعطيني 2 ماشي فطلعت معنا كي بتساوي 2. شو المعادله المعادله كانت واي بيساوي كي على اكس يعني قديش 2 على تمام تمام شكرا. اهلا استاذ عادل تقول لي كيف اميز بين القوانين الطردي والعكسي حسب الجدول يعني اول شيء حسب الرسمه شباب مشان تميز الرسمه وما تخربط رسمه العكسي دائما نازله زي هيك ماشي رسمه هذا ايش عكسي رسمه الطردي حكينا خط مستقيم ببلش من هون من الصفر وصفر الاصل بضلوا طالع هذا ايش طردي هذا بالنسبه للرسمه ماشي. بالنسبة للجداول وين الخط هنظهره اوكي بالنسبة للجداول نيجي نطلع هون مثلا زي هيك هسه باجي بطلع واحدة منهم هاي شو قاعدة بتصير اثنين صارت قديش اربعة الاربعة صارت قديش ستة الستة صارت ثمانية بتزداد صح هاي زائد يعني ايش قاعدة بتزداد بصير بالزمن 12 صارت ستة قلت صارت اربعة قلت صارت ثلاثة قلت قاعدة شو قاعدة بتقل إذا واحدة بتزداد واحدة بتقل شو بنسميها؟ بنسميها عكسي إذا الإشارات مختلفة ماشي؟ إذا الإشارات زي بعض ماشي بشو بسميه طردي زي هون يعني زي هاي اللي هون تطلعي هون هاي شو قاعدة الإكس تزداد صح؟ الواي شو بيصير فيها برضو تزداد بما انه الثنتين بيزدادوا بنسميها ايش طردي
اوكي هذا كيف تميز بيناتهم. اوكي تقسيم التناسب. طيب حد عنده سؤال؟ ايلو تفضل. استاذ اسف بس نسيت انزل ايدي. شوف الدرس ايش السادس اسمه ايش تقسيم التناسبي. اوكي انا شرحته يومها بطريقه بتفرق عن طريقه الكتاب ماشي. انا شرحته بطريقه بتفرق عن طريقه ايش الكتاب. ضياء ولا مين شو ضياء تفضلي. يا ضياء ولا دعاء لا مش عارف اللي هو رفع ايدك. طيب الدرس هذا انا شرحته بطريقه بتفرق شو عن طريقه الكتاب حسب اذكركم فيها. طيب قسم عمر وسامي قطعة الأرض مساحتها قديش؟ 1600 متر بنسبة 2 إلى 3 ماشي. طيب أول شيء حكينا بدنا نحدد النسبة. كيف نحدد النسبة؟ يعني عمر أول اسم ذكر صح؟ معناته النسبة رقم 2 ده تمثل مين؟ ده تمثل عمر ماشي. طيب سامي ثاني اسم ذكر هذا الرقم ده يمثل مين؟ ده يمثل سامي صح؟ طيب بقول لك ما أجد المساحة الأرض التي سيحصل كل واحد منهما ماشي. طيب عمر قديش نسبته؟ 2 2 راح تحط تقسيم تجمع هذول الرقمين مع بعض 2 زائد 3 قديش؟ 5. معناته هذا النسبة هاي نسبة عمر. احنا خذنا هذا الشرح بالتفصيل يعني لما شرحنا اللايف تبعه بس هسه بدي احاول اذكر فيها بسرعة. مرة ثانية بتحط عمر اللي هي 2 تقسيم المجموع الكلي عدد الأجزاء الكلية حكينا يومها اللي هي قديش؟ 5 ضرب قديش قطعة الأرض؟ 1600 ماشي. وبلشنا يومها ايش نختصر اذا تتذكروا ماشي. طوري بالك بشتغل شوي هسه خليك شاكي. طيب نيجي هون اوكي الخمسه مع هاي هي اختصار تعطيك قديش؟ 320 تقسيم 5 تقسيم 5 2 ضرب 320 تعطيك قديش؟ 640 ماشي. معناته قديش مساحه الارض تبعيت عمر؟ 640 متر. هذا مين؟ عمر ماشي. طيب نشوف مين سامي. سامي قديش نسبته؟ 3 برضو على 5 عدد الأجزاء الكلية ضرب 1600. يلا نختصر واحد هاي فيها 320 3 ضرب 320 تطلع 960 برضو متر مربع لمين؟ هاي مساحة قلنا الثاني شو اسمه؟ سامي تمام. طيب تفضل يا بشتاوي. هاي بشتاوي بطلت. طيب المومني مش عارف الاسم بقرا اصلا. أستاذ. نعم. يعطيك العافية. الله يعافيك. أستاذ أسألك إيش معنى اخترت 16000 لحتى تضربهم 16000؟ هو المسافة قديش مسافة الأرض؟ يتخيل مثلا أنت وأخوك بتتجاوزون المسافة 1600 متر بالنسبة اللي هي شو النسبة 2 لثلاثة ماشي؟ مشان هيك اخترت 1600 مشان ما فيش غيرها يعني شو الأرض شو بدي أقسم يعني فاهم عليك؟ بدي أقسم قطعة الأرض بدي أقسم مصغر بدي أقسم ما أعرفش. وصلت؟ وصلت. اوكي تفضل يا رعد. استاذ بس نعم. عادي تعطينا تاعت انه توفيت امرأة تاعت للولد من سي الانثى. ماشي طيب اوكي نحل على هذا المثال عليه واحدة. اوكي وين رايح عجوان؟ طيب بقول لك اشترك ثلاثة أشخاص في تجارة دفع الأول قديش؟ 18000 والثاني دفع 9000 والثالث دفع 15000 في نهاية العام كان صافي الأرباح قديش؟
7000. طيب يعني هسه مش منطق هسه لما في ثلاث اشخاص كل واحد دفع مبلغ صح، يعني الاول دفع كثير دفع 18000، الثاني دفع قليل 9000، والثالث دفع وسط. معقول لما اجي مثلا ربحوا مثلا مصاري من الشركه اللي فتحوها يقول 6000 اقول خلاص تقسيم 3 مضبوط صح؟ مشان في واحد دفع كثير واحد دفع قليل ودفع يعني متوسط، بدي ايش اوزعها بالعدل بيناتهم. تمام، كيف بدي اوزعها بالعدل بيناتهم؟ الاول بتعمل نسبه بيناتهم، فاول واحد قدر يدفع 18000 تكتب 18000 الى الثاني قدر يدفع 9000 1 2 3 والثالث دفع قدرش 15000 1 2 3. بدك تحاول تبسط هاي النسبه. كيف بدك تبسط؟ اول شيء بدك تقسم على 1000 على 1000 على 1000، بتروح 3 × 3 بصفي عندي 18 9 وانا بصفي عندي قديش 15. الثلاث ارقام بقبل قسمة على 3 على 3 على 3 ب3 بصفي عندك قديش 6 3 5. هاي هي النسبة اللي احنا راح نشتغل عليها ماشي. طيب الشخص الاول قديش نسبته اللي هو 6 على عدد الأجزاء الكلية؟ شو معنى عدد الأجزاء الكلية؟ اللي اجمعهم 6 زائد 3 قديش قلنا 9 9 زائد 5 14 تمام؟ ضرب ماشي قديش المبلغ الكلي تبعهم اللي هم بدهم قلنا قديش 7000 صح؟ طيب 7000 وانا 7 1 2 3 صح ماشي نكمل. 14 تقسيم نقول تقسيم 14 فيها 1 وهاي تعطيك مش 1000 تعطيك 500. طيب هسه 6 ضرب هذا 0 0 وعندك هون 30 معناته قديش بيطلع الشخص الاول قديش بده باخذ مصاري باخذ 3000. الشخص الثاني ما ضلش محل خلني يجي اوكي. طيب خلينا نعمل هاي الحركه. طيب نيجي هون الشخص الثاني قديش نسبته؟ 3 على برضه على عدد الاجزاء الكليه 14 ضرب المبلغ اللي ربحوه اللي هو 7000 بده يطلع اختصر هاي مع هاي فيها 1 قلنا فيها 500 بيطلع معك قديش 15500. الشخص الثالث قديش نسبته اللي هو 5 على 5 على 14 و15 14 ضرب 7000 بيساوي هون مع هاي بتروح فيها 500 وفيها 2500 ماشي. بتتقسم المصاري، الشخص الاول قديش باخذ؟ هذا الاول باخذ 3000، هذا الثاني باخذ 1500، والثالث قديش باخذ؟ 2500 ماشي شباب. اوكي تفضل يا ليان. استاذ عادي تخلي ولد تحقق من فهمي ان فهمي بدل ولد وثلاث بنات ولد ولد وبنتين. مش فاهم تحقق من فهمي هون. يعني بدل ولد وثلاث بنات ولد وبنتين. وين مكتوب ثلاث بنات؟ فيش ثلاث بنات اصلا. وين هذا؟ اشترك اشترك ثلاث اشخاص صفحة 37. أي صفحة؟ طيب شباب نيجي هون. طيب نحل هذا المثال. ماشي، توفي رجل وترك قديش 20000 للورثة تبعونه. مين الورثة تبعونه؟ زوجة ولد إيش وبنت. احسب نصيب كل من الورثة علما بأن للزوجة ثمن التركة وللذكر مثل حظ الأنثيين بعض أخذ حصة الزوجة. يعني الزوجة بتأخذ مصاريها خلاص بشيل حصتها عجنة ماشي، بتأخذ مثلا فرضا مبلغ معين بعدين بصير أوزع على الولد والبنت. تمام، أول شيء نفسه قديش حصة إيش الزوجة. حصة الزوجة قديش؟ سهلة قديش هو حاكي لنا 1/8 فمعناته قديش المصاري 20000 1 2 3 ضرب 1/8 تطلع خلص خلونا نغشها من هون قديش تطلع 2500. حلو، هذول مصاري الزوجه. المصاري الزوجه هاي راح تاخذ مصاري هاي خلص راح تروح. شو معنى راح تروح؟ يعني ايش اطرح؟ يعني هاي ال 20000 ناقص 2500 قديش بيطلع؟ 17000
500. هسه هذول ال 17500 بدنا نقسمها بين مين ومين؟ بدنا نقسمها بين الولدين. هاي خلصنا من الزوجه، الزوجه اخذت مصارياتها. هسه ضل عندي ولدان وبنت، تمام؟ حلو. وشو بقول لك؟ وللذكر مثل حظ ايش الانثى. طيب يعني بدنا نكتبها على شكل نسبه، يعني كم عندي هون؟ في عندي ولد وهون في عندي ولد وهون في هذا ولد ولد، وهون ايش عندك؟ بنت. طيب بقول لك للذكر، الذكر قديش نصيبه؟ الدبل يعني 2 2 1. استاذ نعم. طيب قلنا 2 2 1 ونفس ما حلينا السؤال ايش القديم. طيب الولد قديش الاول؟ بتكون 2 على عدد الاجزاء الكليه اللي 2 زائد 2 زائد 1 اللي 5، صح؟ ضرب قلنا 17000 وقديش؟ 500. طيب وين راحت؟ طيب تطلع قديش تقسيم 5 فيها؟ 1 تقسيم 5 3500. 3500 ضرب 2 تعطيني 7000. 1 2 3 هذا ايش؟ الولد الاول، هذا ولد رقم 1 ماشي. الولد رقم 2 نفس القصه، 2 على 5 ضرب 17500 بضرب مع نفس الجواب 17 7000 قصدي. هذا مين؟ ولد رقم 2 ماشي. واخر واحده اللي هي البنت شو راح حصلتها؟ 1 على 5 ضرب 17500 نفس الشيء في اختصار، راح يطلع معي قديش؟ 3500. هاي مين؟ البنت. البنت ماشي. حاب تتاكد يا جماعه 7000 و7000 قديش؟ 14000 14000 و3000 اي 17000 17500 يعني هون ماشي. طيب شباب احنا هيك بنكون اليوم انهينا حصتنا لليوم، انتهى الوقت. اعذرونا ظل علينا اوكي ظل علينا اخر درس، الدرس الاخير هذا انا ما بقدر مش راح اعيده يعني، مش احنا خلاص خلص وقت الحصه. بتكملوا بتشوفوه على اليوتيوب ماشي. اللي بده تطبيق مالي درس كثير كثير سهل يعني، فهمتوا علي كيف؟ وصفنا التفاصيل لما مشينا فيه. فهو يعني احنا اليوم مشكله يعني مراجعه، انتوا فاهمين مراجعه، بدي احاول اشرح اهم الافكار بالدروس. اعذروني بشكل شوي سريع يعني بس عشان نقطع بالماده اوكي. يعطيك العافيه. وموفقين ان شاء الله، ونشوفكم غدا على الساعه 6 ان شاء الله. ان شاء الله. يلا السلام عليكم. يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك. يعطيك العافيه. سلام استاذ. الله يعافيك. هلا مع السلامه.